مرحبا بكم. وكما كتشوف هادشي اللي وقع للولد ديالي، جوي 6 العشية كان الدري كيلعب عادي بحكم المدرسة، راه ما كايناش القراية كما قلت لكم، في القراية ما كايناش واقفة. الدري خرج يلعب في العشية، تيلعب في واحد بلاصة اللي مأمنة حدا البلدية حدا الكوميسارية حدا كلشي تما، يعني حنا ساكنين في السونتر. الدري جالس يلعب هو وخوتو ولاد الجيران، حتى هجم علينا الحلوف، هجم جاب الله. انا يلا غادي خارجه باش نشوف ولدي، داك المنظر شفت ولد، شفت الحلوف كياكل ليا ولدي، انا شفت ولدي الحلوف كياكلو، ضرب ولاحو وبدا فيه من رجليه. كما شي الضربه اللي وريتك، ضربو هنا على الجن حتى طاح الدري في الارض ومشى ليه للرجل ديالو هبص. جاب الله واحد السيد ديز هز واحد الحجره وي زف بها، الحلو فهرب، الدريه خطفات خوها، وانا باقا تنجري حيت غير التيره قدامنا، ماشي غير التيره، ولدي راه كيبان ليا، ولكن ما وصلته حتى اللي عطى الله عطاه، قدر الله وما شاء. عرفتي شنو؟ نزف الدري سخف، والدمايات الدمايات راه بحال شي ذبحتي شي حولي، ذبحتي شي حولي، الدم جمد في الشانطي، الدم جمد في الشانطي ديال ولدي. كيفاش غتكون، كيفاش غتكون اي ام، اي ام انا كنقول لها كيفاش غتكوني في هذيك اللحظه ملي تشوفي ولدك كينزف، كيفاش غتصرفي؟ هزيت ولدي وتنغوت، هزه ولدي مضروب والناس كيقولوا لي حطيه، ولكن انا غاده تنجري للسبيطار، غاده تنجري للسبيطار، واخا ما كاين سبيطار على الاقل بعدا كاين السميه. انا ماشي بنت هاد المدينه، وتحيه الامازيغ ديال المغرب كامل، وهاد البلاد سكنت فيها 20 عام وكثر، ولدت وليداتي كلهم هنا، يعني انا وليت بنت هاد المدينة. الحمد لله حنا كنا مغاربة، المغرب كله ديالنا. غير المهم انا كنقول ان هاد المدينة هادي اللي جلست فيها 20 عام هادي، ما عمري ما شفت هاد الحلوف، حتى شفته مباشرة، كنشوفه في التليفون، نشوفه في التلفازة، نشوفه، ولكن مباشرة اول مرة، حتى تصدمت بحالي بحال الناس كما تصدموا. وهذا الشيء ماشي وقع على ولدي، دابا انا ضرب لي ولدي وغادي كيضرب في الناس، غادي كي اللي جا قدامه تيخبط، العيالات البنات اللي جا قدامه، يعني على حسب ما سمعت انا قالوا لي وصلوا الحالات البارح السبعه هنا السبيطار ديال شيشاوه ديال ايمين تانوت، واحد السبيطار صغير، سبيطار صغير، وصلنا شافوا الدري، اصلا هما ما عندهم والو، قال لك حنا ما عندنا ما نديروا لك هنا في السبيطار، الدري خاصو يقلبوا ليه العظم اللي يكون قاص ليه العظم، خاصو يشوفوا ليه الكلاوي ديالو اللي يكون ضاربو حيت واحد الضربه زرقت ليه في الجنب ديالو. قالك غتمشيو لشيشاوه، عمروا لينا ورقه، عيطنا على لابيلونس، دينا لابيلونس، لابيلونس كنأكد عليها مخلصها من جيبي ماشي ديال الدوله، خلصناها حنا، دينا لابيلونس، هزينا الدري بلاتي. رجع واحد النقطه، البومبيه جاو هزوا لي الدري، وصلوني للسبيطار ديال ايمين سانوت ورجعوا في حالهم، ولكن لابيلونس اللي غديني الشيشاوه خلصتها انا، وصلوني كما قلت لكم الشيشاوه، قلت انا غادا من هنا غادا فرحانه كنقول الحمد لله يا ربي، غادا وكندعي يا ربي يا ربي الحمد لله نوصل للسبيطار بعدا يشوفوا لي حل ولدي، ولدي غادي وكينزف قدامي، هو كينزف والكبده ديالي انا كتقطع ليا، الدري كينزف والكبده ديالي كتقطع ليا، وانا مريضه، انا مريضه، يلا درت تحاليل ديالي غير في الصباح، في العشيه غيوقع ليا هذا الشيء هذا. المهم وصلنا للشيشاوه، دخلوا الدري عاوتاني ما كاين والو، شافوا الطبيب علقوا لي السيروم، الجرح الدري كينزف، داروا لي شويه تاع الفاصمه، كبوا لي بيطادين في رجلو، جمعوا لي الفاصمه وقال لك سير ديه لمراكش، حنا قال لك هنايا ما عندنا راديو، ما عندنا تلفازه اللي غنديروا للدري، ما عندنا حتى شي حاجه، ديه لمراكش. عمروا لي، بقيت كنشوف، قال لي الراجل ديالي، قال لي المراه اجي لهنايا، ما غاديش نمشيو لمراكش، الدري غادي نديو غير هنا الكلينيك، الا ما جينا فنوصلوه لمراكش اللي حنا بيننا وبين مراكش 120 كيلومتر، لو كان انا ولدي غادي تينزف 120 كيلومتر كون هو مات في الطريق. هبطناه للكلينيك اللي كاين في شيشاوه، الدري تما كاينه بعد الاستقبال، الدري داوه ودوزوا ليه، داروا المسائل ديالهم، خيطوا ليه وجبنا الدري. ها هو لو كان هاد الولد هذا ما حضروش معايا الفلوس، اولا ما كانش حاضر باه، شنو غادي يكون؟ ولا كون كان باه ما خدامش،
لان حنا راه كنعرفوا، حنا راه ولاد الشعب، لو كان نعرفوا كاع الناس كاين اللي خدام كاين اللي ما خدامش كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش، الله يكون في العوان. لو كان حنايا ما حضروش لنا الفلوس ولا ما كيفاش غنديروا للدري؟ كون ومات، كون الدري ومات صافي، كون راه العزو كان اليوم. ولكن شنو غنديروا؟ هذيك الموت الحمد لله لا جابها الله مرحبا بها، ما عليها هروب. ولكن الدري راه هادشي اللي وقع ليه راه خاص المسؤولين يديروا خدمتهم، حيت هادشي ماشي حلو فهبط علينا على غفله ولا حيت الحلو في راسي مانا. هادي اللي سمعنا حنا هو كيدور في ايمين تانوت، جانا فيديو تلح في الواتساب، شي وحده صورت الفيديو بالليل من فوق السطح ونشراته. قالت ديك السيده عفاكم الناس ديال ايمين تانوت ردوا البال، راه كاين الحلو في دور في ايمين تانوت. حنا شفنا داك النهار في التليفون قلنا واكون راه المسؤولين داروا خدمتهم، على المسؤولين غيتسناو الحل، يتسناو الحلو في دور في المدينه. ويلي اه صافي اكون راه واعر اللي عطى الله عطاه. دازت شي سيمانه اولا جوج هادشي باش تنشر هاد الفيديو، حتى تنتفاجئوا بان هاد الحلوف كيهبط. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.